انا واحد من الناس خيرت التهميش داخل الوطن. انا عندي لي زوكازيون باش نروح نهاجر ونروح نقعد في امريكا ولا نقعد في، بصح انا خيرت بلادي مارغري كيما نقولوا. لعبت شويه مهمش شويه، فهمت؟ تمام، مش مهمش، مي هي كيمك جايه كيمك. حنايا في مجتمع الراب هذا يشوفوه زعما يشوفوه حاجه دخيله على الثقافه الجزائريه، ولكن لكن يدرسوا الراب من جا ويرجعوا لبيك يخلاه وقت الجوال كان الجوال بيك. نحكي لك انا دي زاني بس ما قبل ما يبدا الراب في الامريكان وقبل في افريقيا هنا كان الجوال هذا كيجي يضرب طبل ويهضر، واش كاين يجيب لهم الاخبار ويعبر على حوايج. هذاك الجوال يعيطوا له الجوال. سما الراب ديجا خارج من عندنا حنا سي افريكان. حتى في الامريكان لي رابور امريكان سي دي زافرو امريكان، سي دي زافريكان اللي راحوا عاشوا في الامريكان وعبروا على المعاناه تاعهم.